عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. أنس بن مالك وحب بخاري ومسلم كالسوريين أنه قال إنه يري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. إنه يري رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحوهان شري مذ خلاقه قاله ميش وكحاك قدني فأحمل أنا وغلام نحوي وحان قادي شري أنيقا يا وغلام ويل نحوي أنيقا مركا يقول دردو نحوي هذا وحلوه كذا مقارب لي في السن ومعنى الصدح هذا إسل الدرس إنه يقيمي النحو الله استعماله درس قرأ إنه كهينا أحاديثا إنه أرقنا الصدح معنوه كالدوان يدو أحاديثا إنه صاروت فأحمل وقاذي شريب أنا أنيقا وغلام يويل نحوي أي مقارب لي في السن دعدا يقدو إداوة ويسهر كسميسا وويل بي لغو شبتو هر كسميسا إداوة حرق بي لغو شبتا نقادي شري ومن ماء بيئه وعنزة مرتس أي نقادي شري فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم واستيشون شري بالماء بيها يكو استيشون شري العنزة الحربة الصغيرة عنزة ومرتس كي يروي والإداوة إداودنا إناء صغير من جلد وويل يرأو هرك السميسا وويسي يرأو هرك السميسا حديث كان يوحو الشيقية النبي صلى الله عليه وسلم مركو خلاق قلائيو بمعنى مركو حاجق دنائيو ولو ميل بنانا بهكو حاجق دنائي إن لقو عاوين شري ومركو ورين لو سوقاتي شري بيو مركو وحلقا قادنا إياه استخدام كعيد إلا أديك سدا إن انكراهكو شري ويسدي إيو استيشدي إيو يعني وحي اللي هو استيشونا إيو كينستا أي كو كين إيان عيدي كو كينيس أما بيها تكو أي سيسالي سيني عيدي كو كينتا إنه كراهي أهيل أي برنانتا بيها قررنا يوكو أي سيساني مرتسكا المحوك السميني علماء قاركوض وحي إلا هذين مرتسكا وحوك السميني ما شاءو كوكا تشي هرتي ذا أيو كتاقي تشري لأن مرأي وحلم ذا أيو سولي تشري سوء قبوض وقلق تو عوردي السعيدي أين وارق بعض أهل علمنا وحي إلا هذين مرتسكو وكي مركب بنان كالتشوغو سترة الصلاة لقدقني لكن على كل حال موضعنا يكون صار ارتهاد الصلاة لمشي يقيني وحل التلمام استيشال التلمام فيستنجي بالماء مركا ايضا ان قبود لقد ديقنا اي او الشيطان كاي ضدك ارقود اي وحلم اذا قبود لقد ديقنا اي 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 اللقا قادنا اي وحكالو لقا قادنا اي بيا ان لو استيشو دا ان اتهاي متبنان مدينة بيا يروض بيا هايدو بيهم مبضنين سدا ساود لك حنت اد لو استعماري كري وأرجع كان صديف فق هذا قاركودنا يلهدان يا إمام يالك قاركود بيا النبي يقول إنه كو استشهاد الله ما هيوم أردك حنو باستعمار كذي قاركود هذا الأذق بابي كي يلهدين وحابي يلهدين بيا إنه كو استشهاد واستنجاء النساء ودمرك استشهاد رجل رك حنت استعمالان أحاديث المرك قار لقصة أروري مثلا مالكية كم ذا أصدا يري قارنا وحابا فيلا يا إنا يلهدين وبدعو مركي لا يري أحاديث أيا لغو هيا حديث كان النبي سوك الشيغة فيستنجي بالماء وحي كنت شوابين شواب مذهبت إنه يدافع يان أي كم موقته أو وحي لهذين صحابة بيها أكينا يي وحي أهين غار دأدو يرتحي أنا سبن مالك ينك رؤو لدى أمك الدأدو دي عورد النبي قال ما يأيقين إلا ما الصورة قال هنا عورد النبي يأيقاني مركب بيها هنا أكينا نبيه أهيستي مركب استيشون يا أيه وقاين ده ده وحي استيلادين وكو استيشودي حقد وحي تكون استيشون ويستدي واستعماله على كل حال قولك إنه عسوا ضعيف سد الجماهير تعلم ذو قبام بس صحه بيها إن لقو استيشودا النبي جوا كص جنتها صلى الله عليه وسلم وبيوا كو استيشودي بحنا كاددي السحر ذو إسكذبي هدي موضع النجاسة كصوب حذين النجاسة عين كانتقالين وكجورين ومالك لا أي رجالين نجسدنا أين كوق الله لنا مركب الله جبيه مالك لنا أين انتقارين حنت اللي جبينا يي مرك أي تايو حلا جبينا يي وح شروطي لما يستري ترادنا أي سدير تهاي استجدي وأصحضي حنت استجمار كأهيد وأصحضي بيا إلا جو استجود أنا مرك واجب معها بيها إياه حنت حاجة استجدا وح أفضل بيه ويجا إياه طهارة سديو كان يان أي بدن تهي مركا يجا أفضل بعض الفقهاء وحي لهن لبدن إلا كل ميو باكسي فضل بدن